9 أشخاص على الأقل قتلوا و30 آخرون جرحوا بسبب انهيار جسر يربط بين جزيرتين صغيرتين قرب منتجع جزيرة بالي الإندونيسية. وبحسب الشرطة فإن عديد الناس كانوا يسيرون فوق الجسر لمواكبة احتفالات دينية عندما انهار الجسر. ورغم أن المياه لم يتجاوز عمقها المترين فإن عديد الضحايا وهم من المحليين قضوا جراء انهيار الشظايا عليهم.